شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، والتي تمثل أساساً قوياً للانطلاق نحو مزيد من التعاون. قام صندوق أبوظبي للتنمية بتكوين شراكة استراتيجية مع بنك الصادرات والواردات الكوري بهدف تأسيس برنامج لتمويل الصادرات الوطنية ضمن أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. Announced that ADFD has signed a strategic partnership with an internationally acclaimed leading entity. وقد حقق التعاون بين الجانبين نتيجة للاجتماعات الفنية وورش العمل ودورات المحاكاة نتائج هامة من حيث تحديد الأدوات والإجراءات المتبعة ومبادئ العمل التي تضمن نجاح البرنامج بما ينسجم مع سياسة تحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات. وأثمرت الجهود المشتركة بين فريق عمل صندوق أبوظبي للتنمية وبنك الصادرات والواردات الكوري من الوصول إلى برنامج ريادي لضمان تمويل وائتمان الصادرات الوطنية يلبي احتياجات السوق المحلية ويعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.